أعزائي المشاهدين إلى المساء اليمني. عملية تبادل الأسرى تمت خارج إطار المفاوضات ضمن سياق الحلول البديلة التي تبرمها الأطراف المحلية بعد أن فشلت الجهود الأممية في الوفاء بتلك التعهدات التي عرفت بإجراءات بناء الثقة، والتي تم الحديث فيها عن إطلاق سراح 50% من المختطفين قبيل شهر رمضان بعد تشكيل ما عرف بلجنة المختطفين المجمد عملها منذ لحظة تشكيلها. 116 حوثيا مقابل 76 من المقاومة تم تبادلهم فجر السبت ضمن وساطة محلية عملت على هذا التبادل دون ما إفصاح عن تفاصيل أوفر عن طبيعة العملية وما بعدها، وكذا الترتيبات التي تم على أساسها وإشكالية تبادل أسرى حرب مقابل مختطفين مدنيين في عملية تبادل حظرت فجأة على السطح وبشكل مباغت وبقدر الابتهاج الذي صاحب هذه العملية تقفز أسئلة كثيرة حول طبيعة العملية ونوعية الأسرى والمختطفين والوساطة التي تمت. هل يأتي هذا التبادل من أجل البحث عن حلول بديلة في ظل عدم جدوى المشاورات التي يمر عليها حتى اللحظة عام كامل على انطلاقها دون ما تقدم ملموس على صعيد المختطفين؟ وهل تبحث الأطراف عن حلول موازية في ظل قصور وتقاعس أممي؟ حول هذه التناولات والتداولات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، لكن بعد أن نستعرض هذا التقرير الذي أعده الزميل منصور النقاش. عند المدخل الغربي لمدينة تعز وبمعزل عن أي جهود أممية أو حقوقية، تمت عملية تبادل أسرى بين المقاومة الشعبية والميليشيات الإنقلابية هي الأكبر كما وصفت. العملية توجت بالإفراج عن 185 أسيرا من الطرفين، قادها وسطاء محليون، وشملت عملية التبادل 75 عنصرا من المقاومة الشعبية و110 من الميليشيا. رئيس لجنة تبادل الأسرى أوضح أن عملية التبادل جرت لدوافع إنسانية دون أي شروط. هذا حدث عظيم لي، وأنا كنت لا أصدق أن أنا سأخرج من بين أيديهم. سبحان الله، والله وفقنا إلى الخروج والحمد لله رب العالمين. صفقة تبادل الأسرى وصفت بغير المنصفة على مستوى أعداد الأسرى بين الفريقين، ناهيك عن الفرق في حالاتهم، إذ يرى البعض أنه من غير الإنصاف مبادلة أسير حرب ألقي القبض عليه في المواجهات بآخر تم اختطافه من داخل منزله، وهي من حيل الميليشيا كما يقول آخرون، حيث تقوم الميليشيا باختطاف المدنيين العزل من منازلهم ومن بين أسرهم لتبادلهم بعناصرها الذين وقعوا أسرى حرب في جبهات القتال. تبادل الأسرى بجهود محلية لم تكن هي الأولى، فقد سبقها عمليات كثيرة في تعز والمحافظات الجنوبية وقد لا تكون الأخيرة، إلا أن مضيها بمعزل عن الدور الأممي الذي ما فتئ يطالب بالإفراج عن السجناء والأسرى والمعتقلين يؤكد غيابه عن الواقع الذي تشهده البلاد. قضية الأسرى والمعتقلين التي كانت حاضرة بقوة في مشاورات الكويت لا تزال غائبة كعادتها أمام تعنت الميليشيا وتخفق تحت مظلة الأمم المتحدة التي تحول الخطاب فيها بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين تحت سلطة البند السابع والقرار الأممي إلى ما يشبه الاستجداء. حول أهمية احترام حقوق المحتجزين والسماح للمنظمات الإنسانية بزيارتهم، فبعد عام من انطلاقها تثبت هذه المشاورات يوما بعد آخر ترهلها وعدم جدواها ما لم تبنى على الأحداث الميدانية وعلى جديتها. إذن للنقاش ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد الله. مرحبا. مرحبا. يعني بداية، صفقة تبادل الأسرى ضمن المقاومة في تعز و الحوثيين وصالح هناك، كيف تقرأها وهي في معزل، يعني كما تلاحظ في معزل عن المفاوضات الجارية في الكويت؟ يعني أولا لابد أن نؤكد على أنه في ظل الانسداد الأفق الحل السياسي ويعني وربما اليأس الكبير في أن تحدث المشاورات في الكويت أي يعني اختراق حقيقي في أي ملف من الملفات، ملف المختطفين والأسرى أو حتى الملف الأمني أو حتى الملف السياسي أو غيرها من الملفات، يترك المجال
تحرك هذه الملفات على الأرض. يعني لا يعني في الواقع نحن لا نتكلم فقط عن موضوع الأسرى والتبادل الذي يمكن أن نتحدث عنه بعد قليل بالتفصيل، لكن أيضا حتى الملفات الأخرى التي ما زالت مفتوحة على مصراعيها. بالتأكيد ما يحدث من انسداد الأفق السياسي والتوصل إلى حلول أو اختراقات في الكويت ستؤثر على الميدان. الأمر الآخر، هنالك أمر لابد أن نؤكد عليه، الحكومة الشرعية والمقاومة والجيش الوطني لا يتعامل مع قضية المختطفين والأسرى كقضية للابتزاز. هو لديه رؤية واضحة في هذا الأمر، وهو بالتالي لا يفرق بين الأسير وبين المختطف إلا باعتبار أنه هذا يمني يجب أن يتم حل مشكلته، وبالتالي ليس هنالك تعارض بين الأداء السياسي للوفد الحكومي في الكويت وبين أن تكون هنالك يعني جهود في الميدان لمحاولة إطلاق هؤلاء المختطفين والأسرى. المشكلة في كيف أستاذ عبد الله، يعني كيف نفهمها عندما تكون هذه الجهود المحلية في معزل تماما عن الجهود الشرعية في الكويت؟ يعني كيف يمكن أن نستوعب هذا الأداء؟ عندما ننظر إلى قضية المختطفين والأسرى كقضية إنسانية بحتة، فإنه أي وسيلة لإنهاء معاناتهم يجب أن تتخذ، وبالتالي إذا ما انسد الملف وأفق الحل وإمكانية الحل والوصول إلى حل لهؤلاء المختطفين في أروقة المشاورات، لا أعتقد أن الحكومة ولا حتى أي عاقل يمكن أن يمنع أي جهود لمثل هذه الخطوة التي يمكن أن تخفف وترفع المعاناة عن المختطفين وأن تؤدي إلى إطلاق لسراحهم. يعني هنالك أمر يجب أن نؤكد عليه، لماذا توقفت المضي في ملف المعتقلين؟ اللجنة لماذا توقفت في الكويت؟ هنالك أمر مهم، أن الحوثيين ينظرون إلى هؤلاء المختطفين الذين يعني أنا في اعتباري أنهم يختطفون ملايين الناس، يعني هم لديهم خزينة مختطفين. يعني كلما تقدم الوفد الحكومي الشرعي في مشاورات الكويت أو حتى الحكومة اليمنية بقائمة بالمختطفين، يذهب الحوثيين لاختطاف آخرين ليساوموا بهم. هي ورقة. نعم، هي مشكلة يعني كبيرة وشائكة، يعني وخاصة بأنه نعم. مسألة التوثيق وأيضا الكشوفات التي يتم رفعها من قبلهم كشوفات يعني في غالبها وهمية وغير ولا يمكن التحقق منها. انضم إلينا الآن أيضا للنقاش وزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي. مرحبا بك أستاذ عز. وسهلا، مرحبا، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. أستاذ عز الدين، كيف تابعت عملية تبادل الأسرى اليوم في تعز؟ شكرا جزيلا. وما تم في تعز اليوم هي واحدة من الخطوات التي تتم ضمن التفاهمات المحلية، ودعونا نؤكد بأنه أثناء النقاشات في الكويت فيما يخص ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا، كان لدينا مبدأ تم الاتفاق عليه، وهو يجب إطلاق سراح كافة السجناء والمخفيين في أي مكان وفي أي مكان احتجاز، لأن المبدأ الأساسي يجب أن لا تقيد حرية الناس. ولكن عند التطبيق العملي الذي يجب أن يتم عبر التفاهمات السياسية أو عبر إعلان مبادئ بين الحكومة والإنقلابيين، يجب أن يكونوا على مبدأ تنفيذ القرار الدولي 2216، وبداية المشمولين بالقرار والسجناء الراي والسجناء السياسيين والمخفيين قسريا. هذا كان الأساس. أما فيما يخص الأسرى فإنه يتم ضمن القواعد المتفق عليه، وأعلمنا بأننا نشجع أي خطوات تتم في جبهات القتال المختلفة بأنها تطلق كافة الأسرى، لأنه لا يجب أن يكون هناك أسرى بالأساس. لكن ليس الاتفاق في الكويت والمشاورات تذهب لمناقشة ملف ميداني هو في المهام الأولويات التي تقوم به الجبهات التي تدرك ما هي الأولويات وما هو الواقع وكيف تتعامل معه. نحن لدينا ثقة كبيرة بالمقاومة الوطنية بأنها لديها قدرة على تقدير الموقف، وبالتالي شجعنا عملية أي إطلاق سراح، لكن هذا ليس بديلا على الإطلاق بالمسار الذي هو تعزيز الثقة الذي يجب أن يتم قبل أي عمل سياسي. هل تم التنسيق معكم سيد عز الدين بهذا الشأن؟ ليس هناك تنسيق دقيق أو ما يسمى بالتفاصيل، ولكن هناك اتفاق من حيث المبدأ. المقاومة الوطنية هناك اتفاق من حيث المبدأ، يجب أن تقدر المواقف الميدانية،
هي موكلة بهذا الأمر، الجيش الوطني هو موكل بهذا الأمر، هذه محكومة بقواعد الاشتباك على الأرض وبقواعد القانون الدولي الإنساني. لكن ما يجري في الكويت هو عملية سياسية تقوم على المرجعية الذي هو القرار الدولي 2216، وبالتالي لا يجب علينا أن نذهب إلى الوهم الذي أراده الحوثيون. أرادوا أن يسوقوا وهما بأنهم يريدون أن يعملوا صفقة في إطلاق بعض السجناء أو المستضعفين والذي تم اختطافهم بسبب الهوية أو المواقع الجغرافية التي تم اختطافهم منها من مدن مختلفة، وإن هؤلاء هم كل الذين في السجون، ويتبقى قائمة السجناء السياسيين وسجناء الرأي والمشمولين بالقرار الدولي. قلنا لهم هذا أمر غير منطقي وغير مقبول. كانت هناك محاولات وضغوطات أن تتم نوع ما يسمى الزفة، بأنهم أنجزوا عملا سياسي أمام العالم، ولكنهم لا يريدون تنفيذ القرار، فلم نجعل هذا الأمر يمر على الإطلاق، واتفقنا بأنه لا يمكن لنا أن نذهب خطوة في هذا المسار إلا بالشكل الصحيح، تنفيذ القرار والبداية بقائمة السجناء السياسيين والصحفيين والمشمولين بالقرار. أما فيما يخص الجبهات فنحن على ثقة بأن المقاومة الوطنية والجيش الوطني هو الأقدر في تقدير الموقف، وعليه أن يتصرف في هذا الأمر. نعم سيد عز الدين، يعني ألا تعتقد بأن هذا النوع من الصفقات يمكن أن يؤثر على أداء اللجان المختطفين في الكويت، ويمكن أن يكون فخا أيضا للشرعية بشكل أو بآخر، يمكن أن يستخدمه طرف الإنقلابيين للخلط بين موضوع المختطفين وأسر الحرب، وأنت قد حذرت في كثير من كتاباتك حول هذا الأمر؟ نعم، أعتقد نحن بالعكس نجحنا في تفويت هذه الفرصة. معك ألف حق بأنه كان هناك فخا واضحا في مسألة خلط الأوراق بين الأسرى والسجناء السياسيين، وكان هناك فخا كبيرا في مسألة أن يستدرك بعض الأشقاء وبعض الوسطاء الدوليين بأنه يعتبر إطلاق بعض الذين تم اختطافهم من الشوارع من أبناء محافظات بالذات تعز وإب والضالع والبيضاء وغيرها، وبأنه سيتم إطلاق سراحهم وهم أولياء أبرياء مدنيين ليس لهم أي علاقة، بل هم محل ابتزاز يومي تتم في نقاط التفتيش التابعة للإنقلابيين. كان هناك فخا على المستوى الإعلامي والسياسي، يريدون أن يظهروا بأن هناك إنجازا سياسيا وإعلاميا، ويكون بذلك تغطية على قائمة السجناء السياسيين وفي مقدمتهم المشمولين بالقرار 2216 وقادة الرأي وقادة الأحزاب السياسية. لكن لم ندع أبدا هذه الأمور تمر على الإطلاق، بالعكس نحن أحرقنا هذه الخطوة منذ بدايتها، كنا صريحين وكنا واضحين مع المبعوث الدولي ومع الطرف الآخر بأنها ليس هناك أي إمكانية لذهاب خطوة إلى الأمام إلا بتنفيذ القرار، وكان لدينا طرحا واقعيا أقنع الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين بأنه بالإمكان أن يجادل الإنقلابيون وجماعة المخلوع علي عبد الله صالح بأي شيء في تنفيذ القرار 2216، من تسليم الأسلحة، من انسحابات في المدن، من مسألة حل اللجان الشعبية واللجان الثورية وغيرها، ويتحققون بالوقت ويتحققون بالإمكانيات. لكن في مسألة إطلاق السجناء والمشمولين بالقرار ليس هناك أي حجة، هناك إرادة سياسية وهناك كشف لأن إذا لديهم رغبة حقيقية عليهم أن ينفذوا فورا، فكان لابد من تعريتهم على المستوى الدولي، وأعتقد بأننا نجحنا في ذلك. اليوم لم تتم أي زفة حقيقية، لا يحسب لهم أي موقف، الموقف يحسب للمقاومة الوطنية الشجاعة التي استطاعت بحكمة أن تتعامل مع الموضوع بروح وطنية وعين إنسانية. لكن لا يمكن لأحد بأي عاقل أن ينسب أن هذا انتصارا للإنقلابيين، بالعكس هو عراهم تماما، وفوتنا عليهم الفرصة بأن تكون هذه الحركة بديلا عن الإطلاق الحقيقي وتنفيذ القرار الدولي. نعم أستاذ عز الدين، يعني برأيك لماذا يتحفظ الإنقلابيون على سجناء الرأي بدرجة رئيسية ويتحفظون حتى عن أماكن تواجدهم، وهل من تقدم من خلال جهودكم في هذا المجال باتجاه الإفراج عنهم أو يعني تعريف أهاليهم عن أماكنهم حتى أو إمكانية زيارتهم؟ للأسف الشديد هم يرفضون حتى أن تكون هناك لجان لزيارتهم أو منظمة دولية تتحقق من سلامة حياتهم في السجون. لكن لدينا قصص مرعبة حقيقة ومؤلمة من بعض الذين تم الإفراج عنهم عما يعانيها الناس داخل سجون غير آدمية، معاملات غير إنسانية لا يمكن للإنسان أن يوصفها. لا أريد أن أتحدث عن قصص مرعبة تدمي القلب وتحزن وتجعل الإنسان يخجل بأنه يعيش هذا العصر في هذه العصابات، حقيقة شيء مؤلم للغاية. لكن دعوني أقول بأنهم مسألة لماذا يتعاملون بلا إنسانية ويرفضون ذلك، هذه روح العصابات،
نحن لا نتعامل مع دول ولا مع أحزاب سياسية. اليوم تم التأكيد للمبعوث الدولي وتم التأكيد للوسطاء الدوليين بأنه لا يمكن أن تسير الأمور خطوة إلى الأمام إلا في أن يكون هناك حل لكل الميليشيات ولكل ما يسمى باللجان الثورية، وعليهم أن ينصاعوا للقرار الدولي وأن يعودوا حزبا سياسيا إذا أرادوا أي حوارا سياسيا. النقطة الثانية، بدون تسليم أسلحة وبدون إطلاق السجناء وبدون مسألة الانسحابات لا يمكن أن نتحدث عن عملية سياسية. العملية السياسية تتم مع قوى سياسية سلمية وليس مع عصابات مسلحة، هذا أمر مفروغ. طيب أستاذ عز الدين، نعم أستاذ عز الدين، يعني هل تابعتم ظروف المختطفين الذين تم الإفراج عنهم اليوم؟ هل اطمأنيتم عن حالتهم؟ لأنه هناك حديث عن 2 من المفرج عنهم اليوم مختلين عقليا، يعني وهناك تضارب في الأحاديث حول أنهم خرجوا فعلا من المعتقلات مختلين بينما دخلوها وهم بصحة يعني جيدة. نعم، وللأسف الشديد أيضا لا أريد أن أتحدث عن بعض القصص التي نعمل على التحقق منها، أن البعض ليس فقط عقله ولكن أيضا هناك من يفقد تماما صحته داخل هذه السجون. هناك قصص مرعبة، نعمل والناشد العالم والمنظمات الأخرى أن تعمل بجدية على مسألة الإطلاق الفوري على هؤلاء لأن يعيشون حالة كارثية. نعمل جهدنا مع المقاومة الوطنية مع الجيش الوطني في مسألة كيفية استيعاب هؤلاء وإعادتهم إلى الحياة السوية، لكن دعوني أقول بأن هناك قصص مرعبة. كما تحدث الزميل في الاستوديو بالفعل قبل الآن، هناك العشرات التي يتم اختطافهم يوميا الآن لتعبئة السجون. للأسف الشديد هذا الملف صار ملف ابتزاز ومصدر رزق لدى هذه العصابات أكثر منهم من ملف تبادل أسرى أو من أجل الضغط السياسي. أما بعدم إطلاقهم للسياسيين وللحزبيين وللإعلاميين لأنه لديهم قناعة تامة بأنهم لا يقبلون الرأي الآخر وبأن هؤلاء يشكلون رأيا حقيقيا يفضح فسادهم ويفضح أيضا ديكتاتوريتهم، وبالتالي هذه الروح الفاشية التي لا يجب أن نطرح عليها. نعم هذا أمر مفروغ منها سيادة الوزير، لكن ماذا عن وعود المبعوث الأممي بشأن الإفراج عن المختطفين قبل نهاية شهر رمضان؟ يعني تبخرت هذه الوقت. هو يبذل جهده ولكن يصطدم بمراوغتهم، يصطدم كل يوم بزيفهم، كل يوم يصطدم بصخرة الواقع المؤلمة. ومثل أي إنسان يأتي من خارج المشهد اليمني لا يعرف مكر الحوثيين وخداعهم ولا يعرف ماذا فعل علي عبد الله صالح من عبث بالشعب اليمني خلال 30 عام، يظن بأن هؤلاء لديهم ذرة آدمية، ولكن الكل يصطدم تماما بمرارة الواقع عندما يلتقي بهم يوميا تتكشف الحقيقة المؤلمة. دعوني أقول بأن مصدر التفاؤل هو الجانب الإنساني الطبيعي لدى إنسان سوي، بأنه يفترض للطرف الآخر فيه كثيرا من الإنسانية، بأنه لا يمكن لي ولك أن نفكر الآن للحظة واحدة أن هناك بشر يسعى فقط لإيذاء الناس ويصرف مدينة مثل تعز يوميا والناس في رمضان لا لشيء، لي فقط لأنه لا يريدهم أن يبقوا أحياء على هذه الأرض. هذا شيء غير طبيعي غير إنساني، تفكير غير سوي، لكن هو يصطدم يوميا أمام الأمر الواقع وتتكشف أمامه الحقيقة المؤلمة لحظة بلحظة. نعم أشكرك جزيل الشكر وزير حقوق الإنسان أستاذ عز الدين الأصبحي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وعودة إليك من جديد أستاذ عبد الله، أعتذر يعني أطلنا مع السيد الوزير. أستاذ عبد الله، كيف تقرأ يعني عملية تبادل أسرى حرب مقابل مدنيين للطرف الآخر؟ ما الذي يمكن أن تستفيده المقاومة من صفقة من هذا النوع؟ هنا يعني يسقط العسكري يسقط ويعلو الإنساني. يعني المقاومة والجيش الوطني والحكومة الشرعية هي مسؤولة عن شعب، هي مسؤولة عن هؤلاء المختطفين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، ومسؤوليتها أكبر يعني ناحية المدنيين الذين يختطفون بواسطة هذه الآلة الملشوية القبيحة التي تستهدف كل شيء. وبالتالي أنا في تصوري أنه إذن إلى أن يعود الاتصال بالأستاذ عبد الله إسماعيل نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نستأنف النقاش. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وعودة إليك أستاذ عبد الله إسماعيل. يعني يمكنك أن تواصل الحديث ومع يعني كنت أسأل عن فكرة طرح أن ما يحدث الآن من مصافقات على الأرض ربما هي حلول موازية لجأت إليها المقاومة في ظل قصور وتعثر المفاوضات أو الوفد الشرعية تحديدا في الكويت، هل يمكن أن نفهم هذا في هذا يعني هذا ما يحدث في هذا السياق؟ يعني أنا كنت أقول أن يعني هنالك إثباتات واضحة، هنالك تجلي واضح على أن
المقاومة تتعامل مع ملف المختطفين والأسرى بكونه ملفا إنسانيا وليس ملفا انتهازيا، وليس كما تتعامل به ميليشيات الحوثي وصالح على أنه ورقة ضغط سياسي تريد أن تستفيد منه يعني. وبالتالي أنا في تصوري أن ما سألت به معالي الوزير في موضوع لماذا يصرون على عدم حل هذه القضية وخاصة المختطفين السياسيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين، لماذا؟ لأنهم لا ينظرون لهذا الملف إلا كورقة ابتزاز يريدون أن يحتفظوا بها إلى أبعد مدى وأن يستفيدوا منها إلى أبعد حد، وبالتالي هم لا يريدون يعني أن ينفذوا التزاماتهم التي هي من المفترض أنها التزامات دولية، استحقاقات دولية بحسب القرار الذي وافقوا عليه. وبالتالي أنا أرى أن هذا التعامل الراقي من قبل المقاومة في أنها تسمح أن تستبدل مختطفين تم اختطافهم من بيوتهم والتعدي عليهم بأسرى حرب من يعني من الطرف الآخر، هذا أمر يعني أن هنالك مسؤولية عالية وأن هنالك وضوح في أن هذا الملف هو ملف إنساني ويجب التعامل معه على هذا الأساس. إذا لكن اسمحي لي أذكر بشيء مهم جدا، عندما أعلن المبعوث الأممي أنه سيتم إطلاق 50% من المختطفين قبل رمضان ثم وصلت اللجنة إلى طريق مسدود، طرح الوفد الحكومي في الكويت مقترح أن يتم إطلاق الأطفال ومن هم دون السن القانونية، وكان مقترحا حكوميا من الوفد الشرعي، واستجابت له الأمم المتحدة وتم إطلاق مجموعة كبيرة من الأطفال، لكن في المقابل لم يحدث أي يعني ردود أفعال إيجابية من الطرف الآخر. نحن أمام مجموعة أو جماعة تتعامل مع هذا الملف بانتهازية شديدة وبقبح شديد. نعم، بالمقابل كما ذكرت بأن المقاومة تتعامل بنبل فيما يتعلق بهذا الملف، لكن أيضا ألا تعتقد بأن هناك مخاطرة كبيرة أن يتم إطلاق سراح أكثر من 100 مقاتل حوثي ولا زال الضرب والقصف مستمرا على تعز، يعني وكأننا نرفد جبهة القتال بهذا الكم الهائل من المقاتلين؟ أكيد هنالك من يقول ذلك، وخاصة أن جبهة تعز أصبحت بالنسبة للحوثيين وصالح هي جبهة يعني استنزاف متواصلة، هنالك أخبار أيضا أن لديهم قصور كثير في أعداد المقاتلين، لكن في الأوضاع الإنسانية البحتة هنالك تفكير يعني في بعض الأحيان يتعدى العسكري إلى الإنساني. نحن نتحدث عن معاناة كبيرة يتعرض لها هؤلاء المختطفين، هنالك اليوم احد يعني اثنين من الاشخاص الذين تم اطلاقهم يعني من غير العسكريين، عندما اتى ذوي المعتقلين والمختطفين ليتسلموا هؤلاء من منطقه التبادل، بقي اثنان لا احد استطاع ان يتعرف عليهم، اصيبوا ربما في داخل معتقلاتهم بتعذيب شديد اثر على عقليتهم وعلى صحتهم، هنالك معاناه شديده. ليست القضيه كما يحدث لاسرى الحوثيين في معتقلاتهم او في محتجزاتهم لدى الحكومه او الجيش الوطني او المقاومه، يعاملوا بمعامله جيده ومحترمه ولم يشتكي احدا منهم، لكن هنالك قضيه انسانيه يجب التعامل بها معها في بعض الاحيان وتتجاوز العسكري الى ما هو انساني. نحن المقاومة تحمل هم وطن، تحمل قضية وطن، قضية شعب، الجيش الوطني أيضا يحمل ذلك الهم، حتى في الناحية الأخرى في أروقة المشاورات إصرار الوفد الحكومي على أن لا يتم خلط الأوراق في موضوع الأسرى والمختطفين واضح، لا نريد أن يكون هنالك فصل ما بين المختطفين وما بين الأسرى فيما يخص القرارات الأممية، الحوثيون يبحثون وصالح يبحثون عن هذا الفصل لكي يتسنى لهم الاحتفاظ بهذه الورقة إلى النهاية، وبالتالي أعتقد أنه يعني هذا أمر يقدر كثيرا للمقاومة، وأيضا أعتقد أنه يشجع أيضا أن يكون هنالك يعني إنهاء لمعاناة كثير من المختطفين في مناطق أخرى يمكن أن تتوصل لمثل هذه الصفقات في تبادل الأسرى والمختطفين. نعم، لكن البعض يتحدث بأن هذا ربما هذا النوع من الصفقات أيضا يضعف موقف المقاومة طالما هي تتصرف بمعزل وبمنأى عن أداء الحكومة الشرعية التي تعتبر الغطاء الشرعي لها. أنا لا أعتقد أن هذا الأمر يعني كما ذكر معالي الوزير، هي القضية هنا ليست في معزل ولكن هنالك شيء من المرونة في هذا الاتجاه، وأنا ذكرت في بداية كلامي أنه ما دام هنالك انسداد لأفق الحلول والملفات السياسية في داخل مشاورات الكويت فإننا سنشهد كثيرا من التحركات لهذه الملفات في الواقع،
سواء كانت العسكرية أو الإنسانية أو حتى على مستوى الهجوم والهجوم المضاد وتحركات العسكرية التي يمكن أن تكون أشد مما هي عليه الآن. لا يمكن أبدا أن يكون هنالك انتظار لما ستسفر عليه المشاورات وكأننا يعني مرهونين بهذا الأمر، والعدو من طرف الآخر يتحرك ويحشد ويختطف كل يوم. يعني نحن لا يعني يجب أن يكون هنالك ليس فقط فصلا بين المسارين، ولكن أيضا أن يكون هنالك تحركات حقيقية تدعم الملفات كما هم يعني يعملون. هم يحتشدون ويحاولون أن يحققوا انتصارات وإن كانت غير ناجحة، يختطفون كل يوم ويزيدون من الملف الإنساني لكي يضغطوا على المشاورات في الكويت للوصول الى يعني الى صفقات او الوصول الى ان يجنوا من هذا الامر الكثير. نحن لا يمر يوم الا وهم يختطفون، وبالتالي اعتقد ان القضيه المقاومه هي تدرك ماذا تعمل. لا اعتقد ايضا ان هنالك يعني تضارب او ربما لا يكون هنالك تنسيق بالمعنى الاساسي الاصلي، لكن ليس هنالك ما يمنع أن تتحرك مثل هذه الأمور، وقد حدث مثل ذلك. يعني نتحدث عن مناطق في الجنوب تم إطلاق سراح مجموعة من الأسرى، أيضا نتحدث عن ما ذكرناه من موضوع الأطفال، ونتحدث اليوم عن أن هنالك قضية إنسانية وهنالك 75 أو 74 شخص انتهت معاناتهم. يجب أن ننظر لهذا الأمر بكثير من الترقيق وكثير من الإنسانية. نعم، يعني كنا نتحدث فقط بأنه من تم إطلاق سراحهم لصالح المقاومة هم مجرد مدنيين تم اختطافهم من منازلهم. هنا نتساءل يعني ما هي القيمة العسكرية أو السياسية التي يمكن أن تسفر عن مثل هذه الصفقات لصالح جبهة المقاومة؟ يعني أنا لا أريد أن يعني أن أفرق بين هو يمني، هذا الذي أطلق سراحه هو يمني وكان يعاني معاناة كثيرة. الملف لجنة الأسرى والمختطفين في الكويت لماذا توقفت؟ لأن الوفد الحكومي الشرعي أصر على ألا يكون هنالك فصل ما بين يعني أو على الأقل لا يكون هنالك استبعاد لموضوع المختطفين، وأنه يجب أن يكون هنالك تنفيذ واضح وعلى الأقل لمن ذكرت أسماءهم ومن ذكرت صفاتهم في موضوع القرار الأممي 22-16. الحوثيين وصالح يأملون ويحاولون ويسعون ويجتهدون لهذا الفصل الموجود، وبالتالي أعتقد أنه من الناحية السياسية أنا أتعامل مع ملف إنساني، وأنا صادق في أنه في أي فرصة يمكن أن أنهي فيها معاناة هؤلاء المعتقلين فأنا أتعامل بشكل إنساني وبشكل مسؤول، ولا أسأل عن هؤلاء. أنا أتحدث عن نعم أستاذ عبد الله، بلا شك يعني هو من الجانب الإنساني لا شك بأنها فعلا يعني انفراجة لكثير من الأسر، كثير من الأسرى وأسرهم من خلفهم. غير ذلك حتى يعني أمام المجتمع الدولي أنت تتعامل بمسؤولية تجاه مواطنين، ولست لا تضع هذا الملف كملف ابتزاز، لا تحاول يعني هل لو كانت الحكومة مثلا أو الحكومة الشرعية ضغطت في اتجاه لا تتم هذه الصفقة، أو مثلا يعني كان لديها تصريحات بأن هذه الصفقة لا كان يجب ألا تكون، في هذه الحالة ستكون القضية فيها كثير من التساؤلات. بالعكس يجب أن نشجع هذه الخطوات لإنهاء هذا الملف، نحن نسعى لإنهاء هذا الملف بأي شكل من الأشكال نعم فقط هنا الحديث عن مخاوف لتشتيت هذا الملف وتشتيت الكشوفات أو قوائم المختطفين لدى الميليشيا. لمزيد من التفاصيل ميدانية انضم إلينا الآن من تعز عبر الهاتف الشيخ عارف جامل قائد المقاومة من هناك. مرحبا بك شيخ عارف. ألو. أهلا شيخ عارف. أهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير، شهر مبارك إن شاء الله. وأنت بألف خير. ما هي التفاصيل لديك حول صفقة تبادل الأسرى اليوم في تعز؟ والله اليوم تمت في اليوم هذا صفقة تبادل لحدود 206 أشخاص، 90 فرد من المقاومة و 116 من الحوثيين. وإن شاء الله تليها صفقة أخرى في الأيام القادمة إن شاء الله. المشكلة التي تواجه المقاومة أن أغلب الموجودين أو الأسرى المقاومة هم مختطفين، أسرى الحرب هم لا يتعدوا عدد بسيط لا يتعدلنا. حاولنا يعني احنا ناشد المجتمع الدولي والمنظمات أن تضغط في هذا الجانب، كون الحوثي يتخذ من هذه الطريقة أو بعض الأفراد يخرجون إلى الحوبة ليستلموا مرتباتهم أو كذا يتم القبض عليهم، أفراد موجودين في صنعاء في كذا
محسوبين على تعز وبلا تعز المستضعفين مثل ما اسرهم ومن ثم يحاول ان يبادلهم كاسرى حرب. هذه مشكله وعائق تواجهنا. نحن نشد على السلطه الشرعيه ما تشد هذا الجانب، كما نشد الامم المتحده ان تضع فاصل في هذا الوضع. نعم، ما هي التفاصيل حول هذه الصفقه؟ من يقف خلفها؟ ما الذي تبناها؟ وما هي اطرافها؟ والله الاطراف كانت شخصيه وفرديه تمت بين بعض الشخصيات الموجوده هنا وبين الحوثيين، يعني كانت عبر شخصيات معينه. نعم، تتبع من؟ تكون عبر المنظمات او عبر الجهات أو... كان في السابق كانت ستتم استبقاء حوالي عدد اكثر من 400 الى 500 يعني المحتجزين من المقاومه هناك، او الاصح انهم المخطوفين بحدود اكثر من 400 او 560 فرد. وكان النقاش حول ان يتم تبادل الاسرى بشكل اجمالي، اسرى الحوثيين متواجدين اسرى حد مقابل المخطوفين، لكن لاقت رفض كبير هذه من بعض القيادات في المقاومه، كون انه لا يمكن مبادله اسير حرب بشخص اخر اختطف وهو في الشارع او اختطف وهو في السياره او اختطف وعائلته. نعم، اذا ما الذي دعاكم الى هذه الصفقه المجحفه؟ يعني 90 مدنيا مقابل 116 مقاتل. بعض الضغوطات احنا نحاول ان نضع لها حل معين او نضع لها او نحاول بلولها في اطار ضيق، من حيث ان احنا اقل شيء احنا لان الحوثي يضغط بشكل كبير حول المختطفين. يعني اغلب الاسرى المقاومه انهم يعتبروا مختطفين، حاولنا نضغط في هذا الجانب وفي هذا الاطار، لان نكون حتى لو كان مختطف من افراد المقاومه من المقاتلين في المقاومه، حتى وان لم يكن او حتى وان لم يكن اسير في 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 في, في الجبهه او في جهه الحرب، انما اسير وهو خارج في اذاعه او اسير في مكان اخر. فحاولنا ان نؤطرها في هذا الاطار الضيق، وحاولنا ان نجري صفقه كما تعلم اخت عزيزه ان هناك اسر بعض الناس وهناك ضغوطات علينا، لكن احنا المختطف يتم اختطافه من ابناء تعز حفظ القرى او في مكان. هذا سنناشد المجتمع الدولي ونضغط في جانب السلطه الشرعيه بالافراج عنهم كونهم مختطفين، وهذه تعتبر جريمه من جرائم الحرب التي مارسها الحوثيين. نعم شيخ عارف، يعني ما هي اوضاعهم، اوضاع الذين تم الافراج عنهم اليوم؟ هل اطمأنيتم عليهم؟ هل تم زيارتهم وتفقد احوالهم؟ اوضاعهم سيئه للامانه، عانوا معاناه كثيره، بعضهم لهم اكثر من سنه وبعضهم اكثر من شهر، والمعاناه كانت معاناه سيئه، حيث هناك ان شاء الله سوف نواصلكم فيها الطروحات والقصص التي عانوها الحوثيه، فهناك الامانه جرائم في حق هؤلاء الاسرى. نعم الشيخ عارف قيام القيادي في المقاومة الشعبية من تعز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ عبد الله إسماعيل، يبدو أن هناك فعلا ضغوط من نوع ما تمارسها على قيادة المقاومة في تعز، وهي التي دعتهم للذهاب إلى هذا الاتجاه، وأيضا جزء من هذه الضغوط هي انعدام الثقة أيضا بالمتفاوضين وبالجهود الأممية. يعني هل تعتقد بأن مثلها استمرار هذا الوضع يمكن أن يضطر المقاومة للذهاب بهذا المنحى وعقد صفقات من هذا النوع بشكل مستمر؟ يعني أنا يعني استشفيت من كلام المتحدث معكم أن هنالك ضغوط، ليست فقط ضغوط عامة، لكن هنالك أيضا ضغوط من قبل ذوي وأهالي هؤلاء المختطفين. الناس تنظر إلى المقاومة على أن لديها مسؤولية مجتمعية. مشروع دولة. نعم تسمعينني؟ نعم نعم أسمعك. أنها لديها مسؤولية مجتمعية، أن الجيش الوطني لديه مسؤولية مجتمعية، لمن يذهبون لإنهاء معاناة أبنائهم؟ بالتأكيد ستكون هنالك ضغوطات، أكيد يعني لا ننكر ذلك، وأنا ذكرت هذا الأمر. هنالك مسؤولية، هذه المسؤولية تتعامل معها المقاومة بشكل رائع، وتتعامل معها بمسؤولية كبيرة، ولا يعني تصعر خدها لهذا الأمر. بالتأكيد هي إنهاء لمعاناة ناس، وبالتأكيد أيضا هنالك كثير منهم هم مع المقاومة أصلا، يعني المقاومة ليست لوحدها، ليست بعسكرها وليست بجنودها فقط، ولكن بمجتمعها الحاضن. نعم. الذي لولا هذا المجتمع الحاضن لكان هنالك يعني إشكالات كبيرة، وبالتالي هذه المسؤولية ليس يعني نحن
ننظر بشكل مختلف. الجانب الآخر لا ينظر إلى مسؤولية، ليس لديه مهمة إلا أن يحقق هدفه، وبالتالي لديه إمكانية أن يقفز على كل شيء، على كل ما هو إنساني، على كل ما هو مجتمعي، على كل ما هو محترم، وبالتالي هذا أمر أعتقد أنه واضح. هو أمر غير غريب عليه، لكن الغريب هنا هو تواطؤ الجهود الأممية أو حتى تصريحات المبعوث الدولي بشأن هذا الملف، وبل أنه يتراجع بمنتهى يعني دون أي خجل حتى من تعهداته السابقة أمام الجميع حول المختطفين، وإلى أن وصل حديثه عن تحسين أوضاع المختطفين والمسجونين في سجونهم. يعني كيف تقرأ أنت هذا الطرح وهذا الأداء الأممي بهذا الشأن؟ بن عسل وصل إلى أسوأ من ذلك، عندما أطلق الحوثيون مجموعة من الجناه من القتلة من في إب، يعني ظهر بعد ساعات ليؤكد على أن هذه الخطوة خطوة من خطوات بناء الثقة، ويبدو أنه تراجع عن هذا الأمر لأنه رأى أنها كبيرة. يعني هذا أمر كبير أن تذكر لمجرد أنهم أطلقوا مجموعة من الجناه ثم تتحدث عن إجراءات بناء الثقة. إجراءات بناء الثقة واضحة، وهي أن يتم تنفيذ القرار أممي 22/16 وعلى رأسها إطلاق المختطفين السياسيين. أما القضايا الأسرى والعسكريين فهذه تخضع لنقاشات وتخضع لترتيبات أمنية واضحة، ولديها في القانون الدولي ما يعطلها. مشكلة هذا المبعوث الأممي أنه يصرح تصريحات يعني مبالغا فيها، متفائلة بشكل كبير، لا تستند لا على واقع ولا على أي تقدم في الداخل، وهذا طبعا يؤكد على أنه يعني يبدو أنه يسعى فقط لاستمرار هذه المشاورات بأي شكل، يرى أن استمرارها هو النجاح الذي يمكن أن يحققه، وهذا أمر رأيناه في بيل ورأيناه في جنيف. ليس لديه رؤية معينة، يعني لكي يصل مثلا إلى مرحلة ما فيقول أنه لا والله وصلنا إلى مرحلة هناك معرقلين وهم كذا وكذا، وهناك إشكالات كبيرة ستعرقل هذه المشاورات وهي كذا وكذا. لماذا لا يعلن من هو المعرقل لإطلاق الأسرى والمعتقلين قبل رمضان 50% الذي أكد هو أكثر من مرة أنه سيطلق سراحهم؟ لماذا لم يتحدث؟ هناك مشكلة. لماذا هذا هو السؤال، لماذا لا يتحدث، ولماذا تم القفز على خطوات بناء الثقة بالكامل التي كان أبرزها الإطلاق الفوري عن المختطفين، خاصة يعني القادة السياسيين والعسكريين والمذكورين في القرار الدولي 22/16؟ يعني للأسف، يعني عندما نتحدث عن أداء المبعوث الأممي لنكن واقعيين، هذا الرجل يبدو أنه يعني منقسم يعني في إطارين. الإطار الضاغط في أن يكون هنالك اختراق سياسي حقيقي يضغط الآن المجتمع الدولي في تحقيقه والمجتمع الإقليمي في تحقيقه، وهنالك جهود حقيقية، حتى فاجأت الحوثيين الذين أتوا إلى الكويت لمجرد يعني الاستفادة من الهدنة، ثم بعد ذلك هم كانوا يتخيلون أن الطرف الآخر سيعرقل الوصول إلى الاتفاق، لكنهم فوجئوا بأن هنالك رغبة حقيقية يعني الوصول إلى على الأقل اختراق ما. هذا جانب. الجانب الآخر هو التعنت من قبل الانقلابيين أمام الحوثي، الذي قالوا بالحرف الواحد أمامه في أكثر من جهة من مرة أنه لن يسلموا ولن ينسحبوا، وأن هذا كلامهم النهائي، وأنهم لن يطبقوا القرار أممي 22/16. هذين الضغطين أو هذين الأمرين الذي يقع فيهم المبعوث الأممي يبدو أنها تتحول إلى محاولات من لإعلاء التفاؤل ومحاولة إعطاء كثير من التفاؤل مع قليل جدا من الحقائق بالتأكيد، لكي يحافظ على شيء ما من استمرار هذه المشاورات. ويبدو أنه كما ذكرنا سابقا يبدو أن لديه رؤية أن النجاح هو استمرار المشاورات والتقاء الأطراف، لكن أن نعم، وربما تململ الشارع اليمني من هذه الفوضات والقبول، ربما القبول بأي نتائج يعني تخرج عنها. ينضم إلينا الآن أيضا عبر الهاتف القانوني والناشط الحقوقي الأستاذ فيصل المجيدي. مرحبا بك أستاذ فيصل. مساء النور، كل سنة طيبة إن شاء الله، والمشاهدين الكرام ولضيوفك الكرام. أنت طيب أستاذ فيصل، يعني كيف تقرأ أنت من الناحية القانونية والحقوقية صفقة تبادل الأسرى اليوم في تعز؟ صفقة تبادل الأسرى اليوم حقيقة لها يمكن أن تقرأ من أماكن. الأول أن الحوثيين في الأساس عرقلوا مهام اللجنة التي تشرف على هذه المواضيع بشكل عام في الكويت، وبالتالي ربما كان لهذا الأثر السلبي في أن الأطراف على الميدان قامت باتخاذ قرارها، ومن ثم
المضي بهذا الجانب في الميدان. الأمر الآخر ربما أيضا يفهم من ذلك أن هذه الصفقة ربما أدت إلى فشل واضح للمبعوث الأممي في التعامل مع الجوانب الإنساني والباب الإنساني الذي كان يعول عليه لإبرام اتفاق بحيث أنه قبل رمضان يتم الإفراج عن المعتقلين بشكل عام ومن ثم يأتي عبر البوابة الإنسانية الحل السياسي. هذا من جانب. قد يقرأ البعض هذا الموضوع أيضا في أنه تشتيت للجهود وربما أستطيع أن أقول أنه نوع من الإحباط الذي وجدته المقاومة في تحديدا في مدينة تعز لأنها لم تجد ذلك الاهتمام المفترض سواء من الأمم المتحدة باعتبار ما يسقط من قتلها أو يبدو لي من الحكومة أنها لم تتخذ ذلك الموقف القوي مثلا بتعليق المشاورة نظرا لما تعرض له المدينة، وهذا الأمر ربما أدى إلى حصول هذه التوافقات. وإن كانت في الحقيقة ليست أول مرة، قد سبقها عدة يعني اتفاقات. نعم. الأمر الآخر يبدو أن هناك أطراف في لجنة المفاوضات والتحديد الحكومية تقول بأن هذه الكشوفات بعضها قد كانت عرضت على لجنة المعتقلين في الكويت، لكن الإشكالية أن يتم مبادلة عسكريين بمدنيين، أولئك سيعودون إلى الجبهات ويعودون لقتل الناس والعمل السياسي. ربما نستطيع أن نقول أن بعضهم في العمل السياسي وبعضهم في العمل العسكري وهو أمر مختلف تماما. نعم. نعم أستاذ فيصل، ألا تعتقد بأن هذا النوع من الصفقات ربما يضر بالملف القانوني لملف المختطفين بشكله العام، يعني خاصة على مستوى المشاورات، وأنه ربما يمكن أن تتلاعب الميليشيا بهذا الملف وتخلط الأوراق فيما يتعلق بهذه الصفقات التي حدثت هنا وهناك؟ لا، الحكومة بالمناسبة اليوم كانت واضحة في بيانها وفي اجتماعها مع المبعوث الأممي، طرحت موضوع بوضوح تام موضوع الانقلاب وإلغاء ما يسمى باللجنة الثورية والإعلان الدستوري، وكذلك رفض، قالت أنه لا يمكن الحديث عن أي تسوية سياسية، والصادر بحقهم قرارات الذين أجرموا في حق الشعب اليمني لا يزالوا بدون عقوبات، وطالبت بإيقاع العقوبات تحديدا على علي عبد الله الصالح وعبد الملك الحوثي والخمسة الآخرين، طبعا إضافة إلى الاثنين سيكونون خمسة بأكاملهم. وبالتالي مسألة ضياع الحقوق أعتقد هذا الأمر يفترض أن يتم جمع الأدلة بشكل كامل، وهذه العقوبات لا تسقط بالتقادم فمهما كانت الصفقات جرائم الاختطاف والإخفاء القسري، وهي تعتبر خصوصا للمدنيين أو للأشخاص حتى المحاربين الذين ألقوا السلاح تظل من جرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات جنيف الأربع، تحديدا المادة الثالثة والبروتوكولان الإضافيان الموقعان عام 1976 وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. نحن أمام بالفعل جرائم حرب، وهذه الجرائم أيا كانت الاتفاقيات لا تؤثر عليها. المهم من كل ذلك هو أن يتم التعامل مع هذا الملف وجمع الأدلة بشكل واضح. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. أستاذ عبد الله إسماعيل، تحول إليك بسؤال أخير، في ظل هذه الظروف وهذه المراوحة للمشاورات على المشاورات بل تراجع أداء المتفاوضين في الكويت، كيف تقرأ أفق هذه المفاوضات خاصة مع عدم تزحزح يعني الأداء فيما يتعلق بالمختطفين بدرجة رئيسية، وهي كانت واحدة من أهم خطوات بناء الثقة للمتفاوضين هناك؟ يعني أنا قلت دائما أن أهم نجاح حققته المشاورات في الكويت هو أنها استمرت حتى هذا الوقت، وربما يعني يستمر هذا النجاح بالاستمرار لتأجيل إعلان فشل هذه المشاورات الذي بدأ قبل أن تبدأ هذه المشاورات أصلا. نحن نتذكر يعني أنها بدأت أصلا بولادة متعسرة، ولكنها أعلنت منذ اللحظة الأولى أنها فاشلة، لأن الانقلابيين أتوا بمعجزات، لم يأتوا بصدق نوايا في أن يتجهوا إلى حلحلة حتى لو كانت على مستوى إطلاق يعني مختطفين. ليس هنالك أي بوادر حسن نية على الإطلاق من هؤلاء،
حتى لذر الرماد على العيون في العيون. يعني يبدو أنهم محبطي عمل كما يعني يقال أو يقول المصطلح اليمني، يعني لم يستطيعوا حتى أن يتعاملوا مع قضية الأسرى والمختطفين بشكل ذكي. هؤلاء هذه معاناة الجميع. نحن هنا في جنيف عندما نتحدث عن المختطفين ومعاناتهم والإخفاء القسري نجد كثير من المنظمات والجمعيات والعالم كله يتوقف عند هذه النقطة. لا يمكن أحد أن يسمح بأن يستمر معاناة الناس، وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى لو كان هنالك رؤية أن هذه الصفقة التي تمت في تعز ربما تدعم الانقلابيين ببضع جنود أو بعشرات المقاتلين، لكنها لابد أن ننظر إليها من ناحية أخرى، أنها يعني من الناحية الإنسانية أنهت معاناة أكثر من 70 أو 90 يمني كان يقع تحت يعني حقدهم وتعذيبهم وتصرفاتهم. وبالتالي أعتقد أن قضية المختطفين ستكون كاشفة وفاضحة لهؤلاء وستستمر فضائحهم في هذا الاتجاه. أما المشاورات فأعتقد أنها يعني فقط تؤجل إعلان فشلها وربما يعلن في أي لحظة. نعم، إذن هي تؤجل إعلان فشلها. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ عبد الله إسماعيل، كنت معنا عبر سكايب. كما أشكركم أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة. نلتقيكم في مساء جديد. في أمان الله.